برنامج لمة الكوزينة برعاية ماكس توف، مجمع بلاط، الماراثون، جبن المتميز، مجمع سيفيتال. مساء الخير مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حصتكم، حصة لمة الكوزينة. جمعة مباركة إن شاء الله يا ربي، نورمالمون آخر جمعة من شهر رمضان الكريم. إن شاء الله ربي يكون تقبل منا الصيام والقيام يا رب العالمين. اليوم راكم الجمعة، راكم تعرفوا باللي البرنامج تاعنا فيه مسابقة اللي مقدمة من طرف ماكستور، وعندنا تيراج اليوم اللي راح نديروه نعلنوا على الرابحين ولا على الرابحات. إن شاء الله يا ربي تكونوا اللي راهم حايبين يربحوا، إن شاء الله يكونوا هما يا رب. سي بوغ سا جبت لكم تشارك المسكر اللي كنتو دومونديتوه بزاف، دونك حبيت نديرو غير هو باش نعطيكم كامل الأسرار تاعو، نعطيكم كامل لي زاستيوس باش ننجحوا فيه. وصفة بزاف سهلة وما فيهاش بزاف لي زانغغيديون، وتجي طريه طريه طريه، يدوب في الفم، يجي بزاف هايل. بيان سور الا حبيتوا تستفسروا على اي حلوه ولا على اي كاطو ولا على اي اكله، برنامجنا فيه اتصالات، رقم الهاتف راه يظهر اسفل الشاشه، عيطوا لنا وقولوا لنا واش راكم حايبين، ولا واش الحاجه اللي درتوها، غلطتوا في الكاطو ولا درتوا لا مارغارين زياده، زيت زياده، يعني هكذا باش نكونوا نستفادوا اكثر واكثر. الوصفه تاعي تاع تشارك واش فيها؟ دونك هنا عندي 500 غرام تاع الفارينه. شوفوا في الكيلو تاع الفارينه ديروا 500 غرام تاع مارغارين. انا حستعمل مارغارين فلوريال، لازم تكون تمبيراتور امبيونت كيما هنايا، راهي ديجا مليحه يعني هاي طريه. انا هنا راح ندير 500 غرام. الكيلو يخرج لكم 40 حبه تاع تشارك، الكيلو تاع فارينه و500 غرام تاع مارغارين تخرج لكم 40 حبه. 500 غرام تاع الفارينه اوتوماتيكمون راهي تخرج لكم النص. دونك انا هنا راح ندير 500 غرام تاع فارينه مع 250 غرام تاع مارغارين. دونك 500 غرام فارينه 250 غرام تاع مارغارين. عندي ثاني مغرفه تاع سمن، نسحقوا مغرفه ثانيه تاع سمن وحده برك تكون شويه معمره بومبي، ونسحقوا ثاني المزهر والحليب. راح نطمو بالمزهر والحليب وقرصه تاع الملح بيان سور. دونك هنا والفارس تاعي راح ندير فيها اللوز، وندير فيها بيان سور السكر اون فارس نورمال ولو زيست دو سيترون. هنا واش نروح نديرو؟ نبداو بالفارينه، نجيب الميزان تاعي نوزن 500 غرام تاع فارينه. فوالا دونك هنا نبدا نوزن، ودوك نقول لكم بالكيله شحال تستقام لكم، يعني دوك نوزن لكم في الكيله خير دو بريفيرونس باش تعرفوا شحال من كيله. مي سهله يعني تروحوا تشرو باكي تاع فلوريال، ديجا فلوريال سوفيتال سهلت لكم المهمه، تشرو باكي تاع 250، ميم لو كان تشرو هذيك فلوريال هذيك لا تابليت اللي تجي الاخر تاعها دوغي، فيها لي ميزور، دونك تقدروا تقسموا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان. والكيلو تاع الفارينه تحكموا اللي ما عندهمش الميزان، يحكموا كيلو يقسموها على زوج تولي عندهم 500 غرام. دونك هنا نجيب بول اللي نوزن لكم به. فوالا حبيت كاس، مي ما كاش كاس هنايا، مي بصح معليش هاوليك البول تاعي. دوك حنقول لكم شحال جينيرالمون لي بول يرفدوا كامل كيف كيف. فوالا نقول لكم شحال جاني من البول، نستقبلوا مكالمه من خميس مليانه ونروح نوزن 500 غرام تاع فارينه. الو مساء الخير. مبارك لك ولجميع عمر قناه الحياه، يعطيك الصحه وبارك الله فيك. الله يسلمك خويا، شكرا لك. جلالي؟ لا جلالي هذه مرات نعيط لك اختي مريم. خلاص راك وليت مول الدار. ايه اختي مريم برك واحد، يعني نقول واحد الطلب، برك الطلب. تفضل تفضل. ايه ماذا بك على الحصه؟ نخلوها لنا بعد العيد، خلوها بعد العيد. نخلو لك الحصه بعد العيد. ايه تبقى الحصه بعد العيد. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اختي مريم. نعم. كان واحد زوج وصفات بمناسبة عيد الفطر المبارك، هما حلويات زوج وصفات. أنا نديرو في الحلويات، واش راك حاب؟ أنت واش تحب تاكل حلوة في العيد؟ البقلاوة وتشارك. درنا البقلاوة، واليوم أنا نديرو في الوصفة تاع تشارك. تحب تشارك مسكر؟ البقلاوة وتشارك. تشارك مسكر ولا تشارك العريان؟
مسكر مسكر. انا اليوم حنديروا تشارك مسكر. اختي مريم سلمي للولاد تاع عمر قناه حياه وكذلك مدير القناه حناشي والمخرج العزيز والاخ الكريم يستقبل المكالمات ونحبوكم وكيتوحشكم نعيطولكم وبصحة فطوركم وتهلاو في راسكم اختي مريم. يسلمك شكرا اخي ربي يخليك شكرا لك وتحياتنا كامل ليهم. دونك هنا البول اللي عندي شوفوا درت كيلا بومبي يعني دات لي هنا كيلا فيها 300 غرام دونك ندير كيلا ودوك نقول لكم شحال نزيد عليها 200 غرام باش تولي لي 500 غرام سهله يعني ما تحقوش ميم با الكيلو ولا الميزان. انا كي نحب نخدمها ندير نشري ما نستعملش الميزان نشري كيلو فارينة نقسمه على زوج وتولي عندي 500 غرام فوالا. دونك هنا نزيد عليها 200 غرام هكذا فوالا هكا شوفوا 200 غرام شحال جاتني يعني جاتني كيلا ناقصه دو دوا كيلا معمره بومبي وكيلا الاخرى ناقصة دو دوا. دونك انا باش نسهل لكم كامل باش ما تستعملوش الكيلات باسكو انا الوصفة تاعي ما فيهاش الكيلات وباش ما تتلفلكمش وما ندخلوش في متاهات وحد اخرين. شوفوا هنا ديروا 500 غرام تاع فارينة معاها 250 فوالا دونك الرطل يرفد 250 والكيلو يرفد اوتوماتيكمون 500 غرام. دونك هنا نزيد معاها 250 غرام تاع مارغارين هاي ديجا موزونة تنباع هكذا هي ندير كامل هذيك ال 250 فوالا نزيد معها الرشه تاع الملح هذيك الرشه تاع الملح بزاف بزاف هايله تخلي لكم الكاطو تاعكم يشد لكم لونطون كيما على بالكم لي كاطو تاع العيد نخدموهم الافونس ويشدونا يعني نستناو حتى يجي العيد باش نبداو ناكلو فيهم. هذيك القرصه تاع الملح هي اللي راح تحميهم ما تخليهمش يربوا هذاك الصوف الداخل ولا. دونك هنا ندير تزيري يقول لي خبو فوق فوق الخزانه صح سي فغي بكري كانوا كانت ماما تخبي كي دير لي كاطو سخت هذوك لي كاطو الشابين اللي فيهم معمرين باللوز وجو معسلين ديرهم فوق دي بواط فوق الخزانه فوق فوين ما تصيبيهمش كاع فوق الحوايج بصح دائما كنت نصيبهم. دونك هنا واش نديرو نديرو قلنا 500 غرام تاع فارينه مع 250 غرام تاع مارغارين واش نروح ندير ورشه تاع الملح نروح نبسسها كامل بيدي افون ما نبسسها راني حنزيد مغرفه تاع سمن فوالا مغرفه وحده تاع سمن الا درتو كيلو ديروا معاه زوج مغارف فوالا هاوليك السمن هذا بزاف هايل هاد السمن باش يعطيني هذيك لا كولور اللي تجي دوغي في التشارك فوالا. هنا ندير مغرفه هايلك وحده وخلاص ونستقبلوا مكالمه واحده اخرى ونروحوا نبسو كامل الخليط تاعنا. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور شاف مريم كيف والله الحمد لله صافا مورفا تعيطي لنا لا صوتك ماشي بعيد عليا. مخمس مليانه عيطتي لنا خميس مليانه قولوا لنا لاستيس هاكو تحكموا كامل الله يبارك. يبارك فيك اختي. يعيشك تفضلي. بغينا نشوفوا البقلاوه. البقلاوه كنا درنا ديجا بقلاوه شفتيها؟ الو الو دونك كنا درنا ديجا البقلاوه عاودوا ولوا برك تحبوا عاودوا ولوا لليوتيوب كتبوا لمة الكوزينه حيخرجوا لكم كامل الوصفات سينو راح تصيبوهم كامل في الفيسبوك يعني يقطعوا برك هذيك المرحله تاع لا غوسيت تصيبوها فاسيلمون تشوفوا ديريكتومون الوصفه. دونك هنا درنا 500 غرام تاع مارغارين 500 غرام تاع فارينه و 250 غرام تاع مارغارين واش ندير نسيي نبسسهم كامل في يدي ندخل كامل هذيك الفارينه في ليدام يعني في لا مارغارين. انا شوفوا انا مانيش كونط تشارك لي يخدموه بالسمن مي بصح جو بريفير تاع لا مارغارين يجي بزاف بنين ويجي طري ويشد لونطون باغ كونطخ تاع السمن يجيكم في هذوك اليومين الاولين يكون مبسس يكون يدوب في الفم ومن بعد ابخي 3 جوغ يولي يابس وما تقدروش تاكلوه. نعطيكم برك استيوس باش كي جاتكم نيمبورت كالكاطو كالكاطو اللي تقدروا ديروه سابلي ولا نيمبورت كالكاطو يجيكم يابس واش ديروا كي تخبوه حطوه في كي تكون هكاك تحسوا بلي جاكم يابس كي تكونوا راح ديروه في لي بواط ديروا شويه تاع الملح دردروا كامل الملح في القاعده هذيك تاع لا بواط ومن بعد غطيوها بالبابيي حطوا الكاطو تاعكم لداخل غلقوه وخلوه واحد اليومين ولا ثلاث ايام تعاودوا تولوا ليه تصيبوه طري اون ديغي عاودوا طيبتوه من دارا وجديد فوالا. دونك الملح يابسوربي كامل هذيك لوميديتي وثاني يمد طراوه للكاطو تاعنا. دونك هنايا
دونك هنايا قلنا درنا 500 غرام تاع فارينا مع 250 غرام تاع مارغارين. شوفوا المارغارين فلوريال شحال هايله، ترجع لي لا بريباراسيون رايحه للدوري، شغل لا كولور تاعها تجي هايله، تحسوا بهاد لا كولور تفكرني في العيد. هنا شوفوا بالست كامل قلنا درنا 500 غرام تاع فارينا و250 غرام تاع المارغارين وبسستهم. مما هاد التشارك مليح الناس اللي عندهم حساسيه من البيض، تانيت اللي عندهم اللي ما يقدروش ياكلوا البيض، هاد التشارك ما فيهش كامل البيض. انا شوفوا هاد الوصفه نستعملها في التشارك وفي العرايش، هاد الوصفه عمري ما نبدلها وجامي ما راني حنبدلها باسكو ناجحه 100%. هنا واش نروح ندير، هنا واش نروح ندير دوكا، نغسل يدي افون فوالا. وما تنساوش اليوم كاين سحب الاسماء اللي راح قلت لكم راح نديروا السحب اليوم، نعلنوا على الرابحين والرابحات اللي ربحوا معنا جوائز قيمه بزاف من عند ماكستو. كما كنتوا شفتوا كاينه كويزينيير، كاينه فور فونتيلي، كاين اون بلاك شوفونت، وكاين ثاني تلفزيون. الله يبارك، يعني جوائز جد جد قيمه. ان شاء الله اللي ربحوهم يكونوا فريمون يستاهلهم، ولا تستاهلهم الرابحه اللي تديهم، وان شاء الله تكونوا كامل من الرابحين. دونك الجواب راح يكون على الفيسبوك. كنا طرحنا الاجوبه، كنا طرحنا بزاف الاسئله بلوتو، والجواب راح يكون على صفحه رسميه لقناه الحياه على الفيسبوك. دونك هنا واش نروح ندير، هنا كنت بسست كيما كنتو شفتوني 500 غرام تاع فارينا مع 250 غرام تاع مارغارين، رشه تاع الملح، وخلطتهم كامل حتى وين حسيت هذيك الفارينا دخلت لي كامل في اليدام تاعي. دونك واش نروح ندير، عندي هنايا نجيب هذاك البول ندير فيه الماء زهر. هنا ما عندكم لا كيله لا والو، ديروا برك ديروا شويه هكذا فوالا، ونزيد عليها شويه تاع الحليب فوالا هكا. هذاك الحليب حيا تزيد يعطيني طراوه للكاطو تاعي. هنا واش راح ندير، نبدا قلت لكم هنا خلطت الحليب مع الماء زهر، ونبدا نرش غير بالعقل، انا نرش ونطم ونستقبلوا مكالمه واحده اخرى. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. الله يسلمك، شراكي والله غير الحمد لله. وانت يا لاباس؟ لاباس، جمعه مباركه. الله يسلمك، مرحبا ام عبد الله. الله يسلمك، شراكي مليحه والله غير الحمد لله. وانت يا لاباس؟ انا لاباس الحمد لله. وش بك يا كي كره حياتك؟ انا عيانه. عرفتها عرفت والله غير اني عيانه تاع الصح. اكي باينه بلي راكي شغل تاع تفوق تاع نهضر وخلاص. عيينا. ما نسقسيكش نقول لك الا بديتي الكاطو ولا لا، باينه بلي مازال ما بديتيش. لا غير بديت اليوم، درت التشارك. تشارك مسكر درتيه ديجا؟ ايه درته اليوم. اكي شاطره، درتي الوصفه تاعي ولا وصفه واحده اخرى؟ انا درته بالسمن بصح انت شفتك درتي قلتي درتي بمقارين و اكي ناويه تعاوديه. قولي لي عجبتيني كي درتي ماكارين والسمن، انا درتو بالسمن. يجيك بزاف، شوفي تاع السمن شتي يا اخي كي نديروه بالسمن، ليامات الاولين يكون مبسس ومن بعد يبدا يبس. مي بصح تاع لا ماكارين يقعد طري، يطول لك وهو طري. ايه مليح مليح، يعطيك الصحة. الله يسلمك، شكرا ربي. عجبتني. تعيشي، واش راح ديري كاطو تانيت؟ ندير مقروط، حبيت ندير مقروط اللي درتي تاع الكوشه انتيا. ديري هذاك مقروط بزاف. هذاك ندير مقروط، ندير لي صابلي، ندير طابع، ندير ان شاء الله حبيبتي، ان شاء الله ربي يقدرك. ان شاء الله مشوك، درنا المشوك شفتيه؟ درنا المشوك ثاني، ان شاء الله ديريهم وتنجحي فيهم كامل يا ربي. ان شاء الله وتعيدي بالصحه ولهنا. الله يسلمك، بارك الله فيك. تعيشي، شكرا. ربي يعاونك مريم. شكرا حبيبتي، ربي يخليك، شكرا. دونك هنا واش درنا؟ نعاود لكم الوصفة، بعد نروح نجاوب على لا كيستيون تاع علاش طميت بالحليب. هنا واش نروح واش درت في الوصفة تاعي كامل؟ درت 500 غرام تاع فارينة، زدت معاها 250 غرام تاع المارغارين تكون طريه. انا استعملت مارغارين فلوريال بزاف بزاف هايله، وتجي حكمه روحها وما فيهاش سمن، يجي شغل فيه ليكيد بزاف، يعني فيه الماء. السمن كي يخدموه يخدموه بالماء، مي لا مارغارين كي يخدموها يخدموها بالحليب، ما فيهاش الماء. دونك اوتوماتيكمون التشارك تاعي قد ما يطول راهو حيزيد يجيني طري. درت فيه 500 غرام تاع فارينا، 250 غرام تاع مارغارين فلوريال، ومن بعد واش درت؟ حكمت في بول، خلطت شويه حليب وشويه ماء زهر. لو كان نطم بالماء زهر وحده، الماء زهر بالك، وشوفوا ردوا بالكم من الماء زهر،
باسكو يبس لكم لاباط تاعكم ولا لا فارس تاعكم. توجور كي نديروا المزهر نروحوا معاه غير بالعقل. علاش نخلطوا المزهر بالماء؟ الماء ديجا هو يبس الحاجه والمزهر ثاني يبس الحاجه. انا واش درت؟ درت وليت نخلط المزهر مع الحليب. المزهر لو كان ندير الحليب، نزيد ندير الحليب في اللاباط تاعي، التشارك تاعي حيجيني بزاف مبسس ويجيني يتكسر وحده، ما نقدرش ميم با نسكر ولا مي. بصح كي ندير له شويه مزهر، هذاك المزهر راح يعطيني هذيك، راح يولي فخياب، راح يولي يجيني مرمل، يجيني بنين وميم طون طري وما يتكسرليش تمتم. دونك المزهر بالكوا منه يبس لكم الحلوه تاعكم، ما تكثروش بزاف. سينو شريو ليكستري تاع المزهر وديروه مع الحليب. سي بور سا خلطت الحليب باش يزيد لي طراوه في التشارك تاعي. نعاود لكم الوصفه بو لا ديرنيغ فوا ونروحو نديرو الحشو تاعنا. قلنا الوصفه تاعنا فيها 500 غرام تاع مارغارين، 500 غرام تاع فارينا، زدت معاها 250 غرام تاع مارغارين، خلطتهم كامل، بسستهم مليح مليح، زدت لهم رشه تاع الملح، ومن بعد طميتهم بالمزهر والحليب. فوالا دونك تشارك بزاف سهل، سيوه وبزاف هايل وبزاف ناس جربوه ونجحوا فيه، يعني وصفه مضمونه 100%. هنا واش نروح ندير؟ عندي الحشو تاعي. قبل ما نبداو في الحشو نستقبلوا مكالمه. الو مساء الخير. الو الو وي مساء الخير. السلام عليكم، شكلك مليحه لاباس؟ لا الحمد لله، انت يا لاباس؟ لا لاباس الحمد لله. الحمد لله، تفضلي. اكيد تسمعيني. الحمد لله. اكيد تسمعيني من التلفزيون ياك؟ اي. وعلا عجبتنا الحصه تاعك. ها الحصه تاعك؟ انا شوفي كون ما تسمعينيش من التليفون ما نعطيك حتى وصفه اليوم، نحتكر لو صافات. سمعتي؟ اي خلاص. اي نقصي التلفزيون. خلاص سي بون. اي سي بون. صحيتي يا الشاطره. قولي لي واش راكي حابه؟ حبينا يعطيك الصحه. شكرا ربي يخليك على الوصفات تاعك، تجنونا بزاف. يعيشك حبيبتي. شحال في عمرك؟ تباني صغيره. شحال شحال في عمرك؟ الو وي قولي لي شحال في عمرك؟ هاكي تباني صغيره. تلفت لها مسكينه. هاني نسمع. الو الو دونك مكالمه بزاف بزاف هادي. اي لكي تشوفي فينا عاودوا عيطوا لنا، وكي تعيطوا لنا من فضلكم نقصوا برك الصوت تاع التلفزيون باش نسمعكم مليح، باسكو ما تولوا ما تسمعونيش مليح تسمعوني روتار. دونك هكا راح نضيع وقت البرنامج، او ميم طون رانا ما حل نسمعوا ما تستفادوا ما والو. دونك كي تعيطوا لنا نقصوا برك، رجاء نقصوا برك الصوت التلفزيون. هنا نجوزوا للحشو تاعنا. واش ندير انا هنا؟ حندير كيله صغيره باسكو ما رانيش حنديرها كامل. دونك هنا واش ندير؟ ندير نكيل اللوز تاعي ولا الكاوكاو ولا خليط تاع المكسرات ولا كيما حبيتو. مي بصح نعطيكم برك نصيحه، كي تشرو اللوز شروه ابيض، رحيوه في الدار. الا شريتو الجوز تاني كيف كيف نورمال. مي بصح الا درتو الكاوكاو سيو دخلوه شويه برك للفور، يعني شعلوا الفور على 200 درجه، ومن بعد خلوه واحد 10 دقائق هكاك، طفيو الفور تاعكم ودخلوا سنيوه تاع الكاوكاو جوست باش تروح هذيك الريحه تاعو الاولانيه، باسكو ماناش حنحمصوه. دونك هنا عندي 3 كيلات تاع اللوز. فوالا هنا ندير 3 كيلات هكذا. فوالا قلنا 3 كيلات تاع اللوز. الحشو تانية، الحشو تانية كاين اللي تجيهم بزاف يابس، دونك حنعطيكم استوس باش الحشو تاعكم ما يجيكمش يابس. هنا واش درت؟ درت 3 كيلات تاع اللوز، نروح نزيد معاها 3 كيلات تاع السكر. هنا السكر تاعكم عاودوا ارحوه شويه في الاشواغ، ما ديروش سكر غلاس. حبايبي اللي حتسقسوني تقولي لي كان نديرو سكر غلاس، سكر غلاس توجور كي نشريوه يجي فيه المايزينا، ما نقدروش نديروه وحده. كاع السكر غلاس يخلطوا له المايزينا، لو كان ما يخلطولوش المايزينا يجمد يولي يعني يربي لوميديتي، مي المايزينا حتى تابسوربي هذيك لوميديتي. دونك لازم علينا نديرو هاد السكر تاع سكر كريستاليزي، جوزوه شويه في الاشواغ، سينو خلطوا كلش وعاودوا جوزوهم كامل في الاشواغ. دونك هنا درنا 3 كيلات تاع اللوز، نص كيله تاع السكر. تقدروا تنقصوا السكر باسكو ديجا عندنا راهو مسكر، دونك تقدروا الا حبيتوا تنقصوا السكر نقصوا شويه. عندي هنايا 3 كيلات تاع اللوز، نص كيله تاع السكر، ولا انا ما نديرش نص كيله، ندير 4 كيله تاع السكر. نزيد معاها مغرفه تاع سمن،
مغرفه غير صغيره ماشي كبيره بزاف. ديروا معها ثاني لو زيست دو سيترون. لو زيست دو سيترون يعطيكم بنه بزاف هايله. وهنا اللي يحبوا القرفه يديروا شويه تاع القرفه باش يحسوا بهذاك الكو تراديسيونيل. اللي يحبوا لافاني يديروا لافاني. ديجا لافاني ولو زيست دو سيترون يعطيكم واحد الكو بزاف بزاف هايل. دونك هنا زدت عليها مغرفه صغيره تاع سمن فوالا هكذا، ونزيد عليها شويه تاع القرفه هذه في خاطر الزهري هو يحب القرفه. مانو تحب القرفه. نستقبلوا مكالمه. الو مساء الخير، نحو نعجنوا كلش ومن بعد نبداو نزيدوا في المزهر. الو وي مساء الخير، واش راكي لاباس؟ والله غير الحمد لله، وانت يا لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. قولي لي شكون ومن وين كي تعيطي لي؟ خوله من العاصمه. مرحبا بك خوله، ماشي مالفه تعيطي؟ لا 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 بروميير فوا. مرحبا، ان شاء الله ما تكونش اخر مره. صوتك جاني مش عارفه نسمعو. حتى هذه المره باش حكمت؟ شفتي الحمد لله اللي حكمتي، ان شاء الله دائما تكوني من هذوك اللي يحكموا بزاف. الله ان شاء الله. يا تعجبيني بزاف وراكي في القمه. شكرا ربي يخليك. ام يعجبك الوصفات شويه؟ بزاف شي غير شويه. هيا بيان الحمد لله. كش ما حبيتي تجربي هذا العيد ولا حبيتي ديري كاش كاطو ولا؟ عجبتني البقلاوه ديالك والمقرط. اه وكي ناويه تسيهم ولا عجبوك برك؟ انا ناويه نديرهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. زيدي هو ثاني. نقولكم يعطيكم الصحه على هذه الحصه. نعم يعطيكم الصحه على هذه الحصه. شكرا حبيبتي ربي يخليك، شكرا لك تعيشي. دونك هنا نعجنوا مليح مليح. شوفوا السر تاع لافارس تاعكم باش تجيكم معسله لداخل وتجيكم ما تجيش يابسه، ما تجيش هذيك اليابسه. قلت لكم ديروا 3 كيلات تاع اللوز وزيدوا معاهم نص كيلة تاع السكر وروحوا رحوهم في الاشواغ مليح، خلوهم يترحوا بيان. ومن بعد ديروا لهم مغرفه صغيره تاع السمن وعجنوا هذاك السمن، عجنوه مليح باسكو اللوز علاش يبين لكم بلي راهو ناشف، مي كي اون فوا تبداو تعجنوا فيه يبدا يطلق في هذيك الزيت تاعو. شوفوا هنا درت غير قطره تاع المزهر، شوفوا كيفاش راهو يتعجن معايا. هنا نروح نزيد له غير شويه مزهر غير هكذا في يدي، ما تكتروش بزاف سينو الحشو تاعكم يجيكم يابس. دونك هنا نعجن مليح مليح. ما تنساوش لو زيس دو سيترون لافاني، واللي ما يحبش يدير لافاني يدير القرفه. فوالا هكا نعجن تري تري بيان باش هذاك السكر يذوب، يسي يدوبلي كامل هكذا. ما تبداو تحسوا تبداو تشوفوا هذاك السكر بدا شغل بدا يذوب، تحسوا بهذاك تاع عسل. فوالا هكذا نعجنوا مليح. ومن بعد نروحوا نديروا كويرات صغار نوزنوهم 15 غرام، والتشارك تاعنا نوزنوه 40 غرام. اللي حبيت تنقص انا التشارك تاعي نحبه شويه يكون ماشي كبير بزاف، يعني يكون بيان شباب. اللي حبيت تنقص دير 35 غرام والحشو ديروا 12 غرام. دونك هنا شوفوا لافارس تاعي كيفاش جات معسله ما شاء الله. نروح نوزن باش ندير الحبيبات تاعي نوزن 15 غرام والعجينه تاعي نوزنها 40 غرام. ونستقبلوا مكالمه واحده اخرى. الو مساء الخير. الو الو وي الو مساء الخير. مساء النور، مرحبا. يسلمك. واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. كنت مليحه الحمد لله. وينك تسمعي فيا؟ من التلفزيون ولا من التليفون؟ من التلفزيون. معليش نقصي شويه التلفزيون معليش. خلاص نقصت له. صحيتي تفضلي. الو الو لمن نقصتي قولي لي ولا عارفه نبيع قولي لي لمن نقصتي تليفون ولا تلفزيون؟ ها هو غالبك رمضان. دونك هنا شوفوا الحشو تاعي ما شاء الله كيفاش جا، تعجنوه تري تري بيان مليح. هنا نروح نوزن هنا جاتني 13 غرام، دونك نروح نزيد لها شويه باش تولي لي 15. هنا سي بون راهي عندي 15، نوجدهم هكذا توجو ونحطهم. نعطيكم نصيحه ثاني اللي ما يحبوش يرحوا السكر ولا جاتهم بزاف ولا، واش ديروا؟ وجدوا الحشو تاعكم ليله الافونس. فوالا هنا سي بون جات سوا سوا، نوجدها ثاني هكذا
ومن بعد نروح نجيب العجينه تاعي. شوفوا العجينه تاعي ما شاء الله تجي هايله، تجي طريه، وماشي هذيك العجينه اللي تتحليها وهي تعاود تولي لك، تحليها تحبس. فوالا دونك نروحوا نوزنوا 40 غرام. فوالا هكذا نوزنوا 40 غرام. فوالا هكا هايلك 40 غرام، وزن زوج حبات باش نوري لكم. ونستقبلوا مكالمه من تيارس. الو مساء الخير. الو وي مساء الخير. مرحبا. والله الحمد لله. وانت يا لاباس؟ لاباس الحمد لله. اه دوماج انقطع الاتصال. هذه اللي عيطت اون فورم وانقطع لها الاتصال. معليش. دونك هنا واش نروح ندير؟ نبدا نحل فيهم. قلنا الحشو تاعي وزنته 15 غرام، والعجينه تاعي وزنتها 40 غرام. دونك هنا نجيب حلال ونبدا نحل فيها. فوالا هايليك، نجيب هنا الحلال تاعي نبدا نحل فيها. وما تخافوش العجينه تاعكم ما تلصق لكمش، دونك سي با لا بين نزيدوا الفارينه، باسكو سي كان نزيدوا الفارينه راح تيبس لكم لاباط. دونك هنا نحلها هكذا. قلنا درت فيها 40 غرام، والحشو تاعي درته 15 غرام. تحبوا تنقصوا نقصوا. هنا واش نروح ندير؟ نحل العجينه تاعي ومن بعد نحط الحشو ومن بعد نرفد العجينه، شغل نسين نلصقها مع الحشو. ومن بعد واش نبدا ندير؟ كل ما ندور شغل نضغط هكا بصبعي باش نخرج كامل هذاك الهواء اللي لداخل. كل ما نضغط هكا ولا كل ما ندور نواسي نخرج الهواء. هنا واش نديرو؟ كي تلحقوا باش تغلقوا هنايا تحكموا بصبعكم هكا، تسيو ترقوا هاد الطبقه هنا هكذا كامل، هذيك الطبقه الاخرى باش كي ندير هكذا تتغلق معايا فاسيلمون. ومن بعد واش نبدا ندير؟ نعاود نسقمها توجور، نحبطها على هذيك الديماركاسيون اللي درتها، نحطها هنا هكذا. ومن بعد نبدا نخرج له كامل هذاك الهواء، نبدا نسقمه هكذا. ومن بعد واش ندير؟ نبدا ندير هكذا صبا يديكم شغل ما تضغطوهمش كامل، يروحوا هكذا ويعاودوا يولوا هذا مكان. دونك تحكموا هكذا ليجيرمون، تبداو بصبعتكم وتروحوا لكامل يدكم باش يجيكم بومبي من الفوق ورقيق في الاطراف. دونك هنا شوفوا باش تشوفوا مليح هكذا، كي ديروا هكا حربوش. ومن بعد ملي كوتي شوفوا كاين اللي يديروه بوينتشو في لي كوتي، كاين اللي ما يحبوش بوينتشو. انا نحبو ليجيرمون بوينتشو، ما نحبوش بزاف باسكو كان ديروه بوينتشو بزاف حيتكسر لكم. ندير هكا حربوش ولا ان بودان هكذا. ومن بعد واش ديروا؟ تحوسوا على هذيك ديماركاسيون تولي ما تبانش، تبداو تدوروا في التشارك تاعكم. شوفوا انا التشارك تاعي نحبو هكا يكون، ما يكونش كبير بزاف وما يكونش صغير. فوالا هكذا فوالا. نتوما الا حبيتوها صغيره على هكا تقدروا تزيدوا تنقصوا في العجينه تاعكم، ديروها 35 غرام والحشو قلنا ديروه 12 غرام. نزيد نعاود معكم حبه وحده. ومن بعد واش ديروا؟ ما تروحوش طيبوه دوكا ديريكتومون، لازم تدقبوه بالكوردون كامل، تدقبوه كامل بالكوردون. انا ندير 7 ثقبات هكا، ندير منه نبدا منه ونطلع يجوني 7 سوا سوا. ومن بعد نخليه يريح واحد 6 سوايع ولا، جينيرالمون نخدمه في الليل ونخليه يبات. غدوه من داك الصباح نطيبو، علاش؟ باش يحكم لا فورم. لو كان طيبوه دوكا راهو حيتخسر باسكو مازال طري، مي كي نخلوه يبات اوتوماتيكمون شي صرالو ينشف، يحكم لا فورم تاعو مليح، وكي يدخل للفوق ما يطلع ما يحبط ما يبوجيش كام بلاصتو، يقعد كيما درتوه كيما يقعد. دونك هنا نعاود، قلت لكم درت الحشو ونسي نضغط نخرج كامل هذاك الهواء، نغلق الاطراف وتجيكم مورقه لداخل، تجيكم هايله. فوالا دونك هنا شوفوا كيفاش راني ندير. وميم سي جاتكم بوينتو بزاف تقدروا تعاودوا تدوروا، باسكو هاد لاباط تعطيكم يعني تعطيكم الطوع، تقدروا تخدموا بها كيما تحبوا. ومن بعد نروح نسقم الحبه تاع التشارك تاعي. فوالا نديرو على شكل هي ديجا كلمه تشارك نورمالمون على حسب واش نعرف، كلمه عندها هلال باللغه التركيه. لا لا ماشي شراك. فوالا دونك هكذا التشارك تاعي. واش ديرو؟ تثقبوه تخلوه يبات، ديروه كامل في السنيوه تاعكم ومن بعد تخلوه يبات. تثقبوه قبل تخلوه يبات وتدخلوه للفور يطيب على 170 درجه حتى وين تشوفوه حمار من التحت، وما تخلوهش يحمر لكم بزاف من الفوق، يعني ياخذ ليجيرمون هذيك الحموريه. فوالا دونك بالنسبه للتشارك هذا مكان جوزو التسكار تاعو. نستقبلوا مكالمه واحده اخرى من بعد نروحوا للتسكار. الو مساء الخير. الو وي مساء الخير. معك ابتهال من العاصمه. مرحبا بك ابتهال، واش راكي صافا؟ لا بس الحمد لله. انتم ماكم مليح؟ والله الحمد لله يا ربي. وانت يا صافا؟
الحمد لله. الحمد لله. تفضلي ابتهال. تعجبني حصة تاعك، اللهم الله يبارك، راكي في القمة كي روعة حبيبتي. لونك المجنون تألق النجاح. شحال في عمرك؟ شحال في عمرك؟ في عمري 15 سنة. ما شاء الله، الله يبارك. الله يسلمك، ربي يخليك إن شاء الله لماماك. معليش كان نقول لك اني بغي ديرنا رفات تاع تشارك العريان ان شاء الله. حبيبتي ان شاء الله اليوم درنا تشارك مسكر، وبخوشان ان شاء الله نديرو تشارك العريان ان شاء الله. ايا بيوفقكم وتحفظكم. شكرا شكرا لك حبيبتي، تعيشي. شكرا، ربي يخليك. دونك هنا واش نديرو؟ نديرو باش يلصق لكم بعد ما طيبناه بيان سور، تخلوه ديروه في السنيوه تاعكم، تثقبوه كامل بالكوردون. قلت لكم انا ندير 7 ثقبات، راني نحكي لكم كلش بلي ديتاي باش تنجحوا فيه. فوالا، ومن بعد تدخلوه بعد ما بات لكم وحكم روحو مليح، تدخلوه داخل الفور على 170 درجه حتى وين تحسوه طاب من تحت، خذا لكم ليجيرمون هذيك الحموريه، ومن الفوق ثاني يكون ولا يعني بيض هذاك تاع لا كولور، كي نحسوا بلي حاجه طابت. تخلوه يبرد مليح، تخلوه يبرد كامل، ومن بعد واش تروحوا ديروا؟ نروحوا نوجدوا يعني الغراء هذاك اللي يلصق فيه السكر. واش درت فيه هنايا؟ هنا درت فيه مغرفه تاع مايزينا، نزيد معاه مغرفه تاع سكر غلاس، هكذا مغرفه تاع سكر غلاس، مغرفه مايزينا، مغرفه سكر غلاس، شويه تاع المزهر، واحد النصف فنجان تاع مزهر، ونزيد عليهم الماء. فوالا هكذا نزيد الماء ونبدا نخلط، ما تكثروش بزاف الماء، وديروا توجور شويه باسكو ما ياخذ لكمش بزاف. ونبدا نخلط في هذيك لا مايزينا. كي تكونوا تدخلوا في التشارك تاعكم لداخل وديروا تكونوا تدخلوا في التشارك تاعكم لداخل، ديروا 4-5 حبات ولا، ومن بعد هذيك لا مايزينا تعاود تحبط، عاودوا خلطوها مليح باش يعني تزيد تحكم لكم مليح في التشارك. هنا نخلط تري تري بيان، ومن بعد واش ندير؟ انا راح نجيب التشاركات تاوعي ام طايبين ديجا، مي بصح انا واش صرالي؟ كنت سكرتهم ونسيت باش نخلي لكم حبيبات، دونك عاودت نحيت لهم السكر كامل بعد ما تفكرتهم، كتمتم درت لهم السكر ونحيت لهم. هنا نتوما ما تشوفوش هذا السكر باسكو انا عاودت نحيت لهم جوست باش نوري لكم. واش نروح ندير؟ التشارك تاعي يكون طاب، سي بون طاب كامل، نروح نديرو داخل، نروح نديرو داخل هذا الغراء اللي خدمته، نشمخ مليح التشارك تاعي هكذا. فوالا شوفوا كيفاش يطيب، كي تشل الكامل شوفوا لا كولور تاعو من تحت راهو طايب مليح. هنا فوالا هكذا نجيب نحكم بابي، نشف هذاك ليكسي تاع الاخر تاع الليكيد هذا اللي درتو، ما نشفش من الفوق، نشف غير من تحت باش ما يحبطليش، نحطو في الطبسي، نزيد ندير الحبه الاخرى. وتوجو قلت لكم كي ديروا 5 حبات 6 حبات زيدوا خلطوا باسكو هذيك لا مايزينا تحبط كامل لتحت. فوالا نشمخ مليح هكا، ما تخلوهش لداخل، لازم يكون بارد مليح مليحه باسكو لو كان يكون سخون راهو حيتعجن، دونك ديروا حسابكم لازم يكون بارد يعني برد تري تري بيان. فوالا هنا ندير هكا تشاركات تاوعي، ومن بعد واش ندير؟ نتوما فرشوهم كامل، انا ندير دائما سنيوه ولا نفرش كامل فيها التشارك، ومن بعد نبدا نصبودغي من الفوق. نحكم السكر غلاس تاعي، انا هاد الكميه تاع كيلو درت كيلو فارينا، خذات لي دو باكي تاع السكر غلاس، الباكي فيه 700 غرام فوالا، وهاوليك واش فضل منه. دونك نبدا ندير هذاك السكر هكا من الفوق، هكا نبدا نسكر، ما نسكروش هذيك الطريقه تاع نديرو السكر في ساشي من بعد نديرو فيه التشارك، هذيك ماهيش بخاتيك ويتكسر لك التشارك وييبس من السكر. ديروا له كامل هكذا، ومن بعد شحال تخلوه؟ تخلوه 15 دقيقه تشارك، لو كان يفوت 15 دقيقه ماهوش حيزيد يشرب لك السكر، مده 15 دقيقه يشرب كامل هذاك السكر وخلاص، يعني ساسا ريان لو كان تخلوه نص ساعه ولا يبات لي لا كومبلي ولا ما يزيدش يشرب، هو يدي واش يسحق ومن بعد خلاص. نغطي مليح هذاك التشارك فوالا هكذا، نغطيه مليح ونخليه 15 دقيقة. بعد ما نخليه 15 دقيقة شوفوا هذه المعلومة اللي حنا نعطيها لكم، يستعملوها بزاف في الورشات، نتوما تحبوا ديروها تحبوا لا، لبسوا لي غون هذوك البيوضة اللي يتباعوا عند الفارماسيان، ومن بعد سيو نحوا لهم السكر. علاش لي غون؟ شغل ليس يجي كامل ليس، كي تنحوا لهم السكر هذاك الزايد يقعد لكم ليس. ومن بعد باينه باللي كي نكونوا حنقدموه نزيدو نديرو فوقو شويه سكر غلاس. هنا راح نخليها انا مده قلت لكم 15 دقيقه 10 دقائق 15 دقيقه، ونروح نحيه ويكون التشارك تاعي واجد، ويجي تشارك بزاف بزاف هايل.
فوالا دونك نتمنى تكون لحقتكم كامل المعلومات. شفتون الوصفات اللي درتهم، نستقبلوا اتصال ونعاود لكم كامل المقادير. الو مساء الخير. الو 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 دوماج انقطع الاتصال. دونك الوصفه تاع تشارك واش درت فيها؟ درت فيها 500 غرام تاع فارينه، 250 غرام تاع مارغارين فلوريال تكون طريه، هاي ديك لا مارغارين اللي استعملتها هاديه. دونك 500 غرام، 250 غرام تاع مارغارين، زدت معهم رشه تاع الملح، خلطتهم كامل، بسستهم مليح، ومن بعد زدت درت في بول، درت فيه الماء زهر والحليب، شويه تاع ماء زهر وكثرت بزاف الحليب، وبديت نطم فيها، بديت نطم في هذيك لاباط حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه بهذا الشكل. هاي ليك العجينه اللي تحصلوا عليها، تكون هذيك العجينه كيما ندير لها تندار، وسي با لا بين تخليوها تريح باسكو تقدروا تخدموا بها ديريكتومون، مي انا توجور نخدم العجينه ومن بعد نروح نخدم الحشو. الحشو واش درنا فيه؟ درنا 3 كيلات تاع اللوز مع 4 كيلات تاع السكر، خلطتهم تري تري بيان، ولا تقدروا ميم تاشيوهم ترحيوهم كيف كيف، زدت عليهم غرفه تاع السمن، زدت خلطت مليح، ومن بعد زدت عليهم المزهر. المزهر روحوا غير بالعقل باش الحشو تاعكم ما يجيكمش يابس. بزاف ناس تشكي تقول لك كي ندير العرايش ولا تشارك يجيني الحشو لداخل يابس، دونك روحوا غير بالعقل مع المزهر، لازم تعجنوا مليح هذاك الكاوكا ولا اللوز تاعكم باش يخرجوا كامل هذاك الزيت اللي فيه. نديروا حرابش ولا كويرات صغار تاع 15 غرام ونخلوهم بجه، ولاباط تاعي نوزنها 40 غرام. اللي حب تشارك تاعها يجيها صغير، شوفوا انا تشارك تاعي ما نشوفوش انا كبير بزاف، مي ابخي يقول لك على حسب اليدين، كاين اللي يديهم كبار يخدموا حبيبات كبار، اللي يديهم صغار يخدموا حبيبات صغار. دونك انا الحبيبات تاعي نورمالمون متوسطين، نورمالمون ماهم كبار ماهم صغار. ديروا العجينه 40 غرام والحشو 15 غرام، حبيتوا تنقصوا ديروا 35 غرام تاع لاباط و 12 غرام تاع الحشو، تروليوهم كيما روليناهم مليح، ومن بعد ديروا هاد لافورم تاع تشارك، تثقبوهم 7 ثقبات من الفوق. علاش 7 ثقبات؟ باسكو انا تالمون جربت بزاف تشارك، كنت نديرهم 3 ثقبات يطلعوا، نحسهم شغل يطلعوا شويه بورتو ما فيهش لا ليفور، مي بصح كون فيه الحشو الداخل وكامل دونك اوتوماتيكمون السكر راهو حيطلع. كي درت 7 ثقبات يقعد لي تشارك على حالو، دونك نديرو 7 ثقبات تبداو منا وتطلعوا حتى ديروا 7، تخلوه يبات في السنيوه، ديروه في الليل وخليوه يبات، دو بريفيرونس تخلوه يبات الصباح، غد من داك طيبوه، طيبوه على 170 درجه حتى وين تشوفوا حمر لكم شويه من تحت ومن الفوق تلكم ليجيرمون هذاك الدوغي، ماشي بزاف، ما تخلوهش حتى وين يحمر باسكو تشارك ما يحبش بزاف الطياب. ومن بعد تخلوه يبرد مليح، تروحوا توجدوا الغراء تاعكم اللي فيه شويه تاع الماء زهر، شويه تاع الماء زهر وشويه تاع الماء، مغرفه تاع مايزينا ومغرفه تاع السكر غلاس، نخلطوهم مليح بفرشيطه ولا بفوي. ومن بعد نبدا ندير في التشارك هذاك تاعي الداخل، تدخلوه تخلوه واحد الميم با دقيقه هكاك، واحد 30 سكوند ولا 40 سكوند، وتنحوه. كي تنحوه تنشفوا غير الاطراف برك، وين هنا وين درناهم بوانجو تنشفوهم برك، وتروحوا تحطوه في بلاطو ولا وتسوبودغيو فوق السكر وتخلوه 15 دقيقة. فوق 15 دقيقة ماهوش حيشرب لكم، دونك خلوه 15 دقيقة ونحوه كامل، تقدروا ديروا لي كومش يجيكم ليس، وكي تكونوا حتقدموه سوبودغيوه من الفوق بالسكر غلاس. أنا هذا هو التشارك تاعي، إن شاء الله يكون عجبكم وإن شاء الله لحقت لكم كامل المعلومات. نتلاقاو بعد الفاصل في طاولة التقديم، وما تنساوش باللي اليوم راح نديرو تيراج أو سور، يعني حنعلنو على الرابحين اللي يكونوا ربحوا معنا إن شاء الله هاد الجوائز من عند ماكس ستور. عاودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام مجددا بهذا الحلوى الجزائريه 100% تشارك المسكر. دونك هنا تشارك مسكر، كنت قلت لكم حكيت لكم على كامل الاثار تاعو، ولا ما فهمتوش كش حاجه ولا تقدروا تعيطوا لنا، كما على بالكم ليميسيون تاعنا تجيكم كل يوم على 2:30 حصه لمه الكوزينه على قناه الحياه الجزائريه. ان شاء الله يكون عجبكم تشارك المسكر تاع اليوم، كي تقدموه برك سوبودغيوه برك من الفوق بالسكر غلاس. هذا ما كان بيان سور اليوم نعلو على الفائزين ولا على الفائزات، دونك هاملك الفائزين تاعنا باش يربحوا بكامل هاد الجوائز تاع ماكس ستور. دونك عندنا هنا راهم هنا الاسماء، هاملك عبايش علاش قلبي راه يخبط اون تيغي، انا اسماء والداخل
بسم الله. دونك نبداو نخلطوا. بيان سور الفائزه الاولى راح تربح معنا كويزينيير، الفائزه الثانيه راح تربح معنا فور فونتيلي، الفائزه الثالثه راح تربح تلفزيون، والفائزه الرابعه راح تربح اون بلاك شوفونت. فوالا. دونك هنا نبداو نخلطوا هكذا هكذا. فوالا خلطوا مليح. فوالا هاوليك. بسم الله يا ربي. عندنا شروق سايح. فوالا هكا كيكونوا اسماوات ملاح نقدروا نقراوهم فاسيلمون خير من يكونوا دي فوكونت. دونك عندنا شروق سايح، مبروك عليك ربحتي معنا كويزينيا. دونك هذه الفائزه الاولى، نزيدو نجبدوا الفائزه الثانيه. فوالا هاي لك. عندنا اموله هابي. دونك اموله هابي مبروك عليك ربحتي معنا فور فونتيلي. اموله هابي برك لازم نصيبوا اسمك على الفيسبوك، يعني كاين بزاف قلت لكم دو بريفيرونس تشاركوا باسمكم ولقبكم، باسكو كي يكونوا هكا ديفو كونت ما نقدروش نصيبوكم فاسيلمون. دونك كاين بزاف اللي سموا كيف كيف. اموله ان شاء الله نصيبوك برك. فوالا هاي لك اموله ربحتي معنا فور. زيدوا نجبدوا منها خلطوا مليح. شوفوا يدي راهي تحبط حتى لتحت ونرفتوا هنايا. عندنا الفائزه الثالثه يوسف غردان. فوالا هاوليك يوسف غردان ربحت معنا التلفزيون. فوالا مبروك عليك. باش بصح التلفزيون تمشي فيه غير لمة الكوزينه. ربحت معنا تلفزيون مبروك عليك. نزيدو نجبدو كيما على بالكم كاين ست رابحين ما شاء الله باسكو كان التفاعل بزاف كبير. هنا عندنا ريهام مارو. ريهام مارو ربحتي معنا اون بلاك شوفونت مبروك عليك هاي لك. دونك هنا عندنا اربع فائزين صافي. دوكا الخمسه والسته يربحوا كويزينيير وفور. فوالا دونك هنا نبداو نخلطو مليح هكذا. بسم الله يا ربي. الفائز الخامس هذا، لا لا الفائز الرابع كرزاز صديق، راهم غير رجال. كرزاز صديق كلشي مبروك ربحت معنا كويزينيير. فوالا هذا الخامس ولا عندي ثلاثة أربعة خمسة وي الخامس. دونك مازال لي فائز واحد. نجبدو نخلطو مليح باش يربح كويزينيير. فوالا عندنا أم أميرة مبروك عليك أم أميرة ربحتي معنا كويزينيير. إن شاء الله تديها بالصحة ولهنا يا رب. دونك كيما كنتو شفتو الفائزين كانت معنا ريهام مارو، عندنا كرزاز صديق، وعندنا يوسف غردان، وعندنا شروق سايح، وعندنا تانيت اموله هابي. هذه باغ كونطخ اموله هابي لازم ديري اسمك سينو دوك نحوسو عليك نشوفو كي لاصبناك يعني باسكو كاين بزاف ديفو كونط. دونك اوتوماتيكمون مادا بينا ديرينا اسمك ولقبك وان شاء الله نصيبوك. الا ما صبناكش راح نديرو نعلنو على فائز واحد اخر. عندنا ام اميره تانيت مبروك عليكم ربحتوا هاد الالكتروميناجي من عند ماكس ستور مقدمين لكم. راح نديرو تيراج سوغ قبل العيد باذن الله، راح يكون يا الخميس يا الاربعاء يا الخميس. فوالا ان شاء الله تشوفوهم كامل قدامكم كيفاش يجوا يدوا الجوائز تاعهم وتربحوا ويربحوا معنا. الا حبيتوا تزيدوا تربحوا نتوما ثاني ما عليكم غير تشاركوا، وكل يوم راح نخلي لكم سؤال. انا نقول لكم نتلاقاو غدوه ان شاء الله في وصفه جديده وفي سؤال جديد. صحة فطوركم.
قدم لكم برنامج لمة الكوزينة برعاية مجمع سيفيتال جبن المتميز الماراثون مجمع بلاط ماكس توف